للمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ محمد مخلوف الكاتب الصحفي. أستاذ محمد، بعد التحية، يعني علاقات استراتيجية أزلية وتاريخية تجمع بين مصر والسعودية، كيف تقرأ أهمية هذه الزيارة في توقيتها وأيضا دلالاتها؟ مساء الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. في البداية بس لو حضرتك تسمحي لي، عاوز أشيد بالاستقبال التاريخي الكبير والمهيب من الدولة المصرية بحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لسمو ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز. يعني عايز أسجل إشادتي أيضا بالتغطية الإعلامية الاحترافية للتلفزيون المصري وشبكة قنوات الشركة المتحدة. عايز أقول لحضرتك، مصر والسعودية كانتا وستظلان يدا واحدة. هناك تعاون في مختلف المجالات، ويمكن خاصة التعاون في المجال الأمني والاستخباراتي لتبادل المعلومات، وكمان في تعاون عسكري وثقافي وأيضا تعاون إعلامي بين البلدين. عايز أقول لحضرتك إن السلام والأمن والتنمية وفقا لأجندة 2030 للبلدين هم ركائز التعاون المشترك. يمكن خلال السنوات الماضية بيشهد العالم وليس فقط الإقليم تحولات كبرى، أما إقليميا تبقى كل من مصر والمملكة العربية السعودية دولتين محورتيتين طبعا بيربطهما مع محيطهما العربي والإفريقي علاقات وتنسيق ومواقف مشتركة، خاصة أن هذه الدول لدى كل منها طموح في التنمية وعملية تكامل وليست منافسة. عايز أقول لحضرتك أنه لقرابة نحو 100 عام تمتد عمر العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين مصر والسعودية. طبعا بدأت منذ توقيع معاهدة الصداقة بين البلدين عام 1936. يمكن العلاقات شهدت تاريخا طويلا من الدعم واتفاقا في الرؤى في مختلف القضايا المتعلقة بالتنمية وتحقيق مصالح شعوب المنطقة بصفة عامة. يمكن لو تسمحي لي أيضا عايز أستغل أن احنا بنحتفل هذه الأيام بالذكرى 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة، وهنا نتذكر الدور العظيم الذي قامت به السعودية خلال حرب أكتوبر. طبعا كل ده جعل العلاقات بين البلدين تصل إلى أبهى سهرها. مش هننسى أنه يوم 17 أكتوبر عام 1973 بعد الانتصار العسكري الذي حققته قواتنا المصرية على الجبهة في سيناء والقوات العربية أيضا بالأراضي المحتلة الأخرى، قرار العاهل السعودي الملك فيصل رحمه الله باستخدام سلاح بديل عن البارود وهو وقف بيع البترول للغرب. طبعا ده كان قرار تاريخي لن ننساه، وكان ده بهدف إجبار إسرائيل على الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة وساهم في استكمال انتصارنا العظيم. مش هننسى أيضا القادة وعلى رأسهم الأمير سلطان بن عبد العزيز بتفقد خطوط المعركة في أحد الفنادق على الجبهة المصرية والدعم المعنوي والمادي للقوات المصرية. عايز أقول لحضرتك بإيجاز أن العلاقات والسعودية استراتيجية ومستقرة، وخلال السنوات الماضية ومنذ الأحداث الأخيرة التي شهدتها المنطقة بقيت دول زي مصر والسعودية بعيدا عن خطر الصراعات أو النيران التي أصابت دول أخرى في الإقليم. طبعا أطاحت باستقرار هذه الدول ودخلتها أو أدخلتها في دوامات الصراع. وطبعا من المواقف العظيمة والقوية للرئيس عبد الفتاح السيسي هو دعمه لأمن المملكة العربية السعودية ورفضه لأي اعتداءات على أراضيها. مش هننسى عبارة قيادتنا السياسية عندما قال إن أمن السعودية الشقيقة وأمن الخليج العربي جزء لا يتجزأ من أمن مصر. نعم أستاذ محمد، يمكن تأتي هذه الزيارة في مرحلة سياسية بالغة التعقيد، مرحلة حساسة وشائكة بسبب يعني تصاعد يعني الخطاب وتصاعد الحرب بين إسرائيل وإيران، فضلا عن الأحداث المشتعلة في غزة وفلسطين ولبنان. كيف ترى أهمية هذه الزيارة في الحديث عن ما يحدث في المنطقة العربية، خصوصا مثلما ذكرت أن هناك توافق في الرؤى بين مصر والسعودية؟ عايز أقول لحضرتك أنه تأتي أهمية زيارة ضيفنا العزيز والكريم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى بلده الثاني مصر في كون العلاقات بين البلدين قوية وراسخة وتاريخية. عايز أقول لحضرتك مش هننسى الجملة اللي قالها ملك السعودية المؤسس الملك عبد العزيز آل سعود رحمه الله منذ زمن طويل، بأنه لا غنى للعرب عن مصر ولا غنى لمصر عن العرب.
من هنا تتميز العلاقات ويتضح الدور الكبير للبلدين للحفاظ على الأمن القومي العربي والمساهمة في الحفاظ على الأمن والسلام والاستقرار العالمي بصفة عامة. عايز أقول لحضرتك زي ما حضرتك ذكرتي أن المنطقة بتمر بحالة أو فترة شديدة الخطورة، يعني مصر تعد العمق الاستراتيجي للمملكة والسعودية تعد عمق استراتيجي عربي وأسيوي لمصر أيضا، فالعلاقات بين البلدين ثابتة وراسخة وهناك تعاون وتنسيق وتشاور في مختلف القضايا المختلفة. عايز أقول لحضرتك القوة المصرية السعودية هما صمام الأمان لحفظ الأمن القومي العربي والحفاظ على أمن البحر الأحمر، فالجيشين المصري والسعودي الأقوى عربيا. ولو تطرقنا لسؤال حضرتك بخصوص دور البلدين اتجاه القضية الفلسطينية، عايز أقول لحضرتك أن هناك توحيد للمواقف والرؤى بشأن القضية الفلسطينية، فكانت ولا تزال القضية الفلسطينية على أولوية أجندة الدولة المصرية والمملكة السعودية الشقيقة أيضا. فالقاهرة والرياض تدعوان باستمرار إلى وقف إطلاق النار في غزة وفي لبنان أيضا أنها دخلت على جبهة الصراع أيضا، كما تدعوان دائما المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني والتوصل لحل عادل للقضية وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود يونيو لعام 67. طبعا خاصة أن الأشهر الماضية أثبتت أن الأمن والاستقرار لن يتحقق في المنطقة باستمرار العدوان على قطاع غزة، كلنا عارفين ومتابعين الأحداث، وبتبذل قيادة البلدين كل ما بوسعها من جهود كبيرة رغم إزاء دعم فلسطين. عايز أقول لحضرتك جرى تنظيم العديد من الفعاليات والقمم بين البلدين، أبرزها يمكن قمة عربية إسلامية استثنائية في الرياض لدعم القضية الفلسطينية، والتي تعد أيضا استكمالا لجهود مصر الدبلوماسية لدعم الشعب الفلسطيني، حيث جاءت القمة الاستثنائية بالرياض بعد قمة القاهرة للسلام التي دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يعتبر وتعتبر الدولة المصرية أن القضية الفلسطينية قضية القضايا، وتبذل الدولة المصرية والسعودية الشقيقة كل الجهود لتوحيد الموقف العربي والإسلامي. مصر والسعودية من الدول المحورية في المنطقة، وهناك دائما علاقات فيما بينهم وتنسيق متواصل يعني بشأن مختلف القضايا، القضايا الفلسطينية، القضايا الإقليمية الكبرى، مختلف القضايا في مختلف المسارات، كل الجهود تبذل للوصول إلى التهدئة. وطبعا كانت ولا ستزال وستظل مصر والسعودية هما في صدارة الجهود الإقليمية والدولية الدافعة نحو تنفيذ وقف فوري ودائم لإطلاق النار وصد كافة المحاولات الإسرائيلية الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية. عايز أقول لحضرتك جهود البلدين مستمرة من 7 أكتوبر الماضي، دورهم التاريخي كلنا والعالم أجمع أن يتابع الجهود الكبيرة من البلدين الشقيقين زي قضية العرب الأولى. طبعا بيقوموا باستمرار بتذكير العالم بأن دماء الفلسطينيين لا تزال تنزف مع دخول الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة عامها الأول، يعني دخلنا في انتهى العام الأول دخلنا في العام الثاني، فعلى مدار أكثر من عام حاليا لم تدخر البلدين جهود أو أي طريق إلا وسلكاه لحقن الدماء والتوصل إلى إقامة الدولة الفلسطينية وعدم تصفية القضية الفلسطينية. عايز أقول لحضرتك لو ذكرنا وهذه فرصة عظيمة لمحة سريعة لأهم جهود كل دولة تجاه القضية الفلسطينية، نبدأ بدولتنا العظيمة مصر، وقفت سدا منيعا وحائط صد ضد قوى وضد مخطط تهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء وتصفية القضية الفلسطينية. عايز أقول لحضرتك خاضت مصر جهود وساطة ومفاوضات لوقف إطلاق النار يرعاها فخامة الرئيس وجهاز المخابرات المصرية مع دول أخرى للوصول إلى تهدئة ووقف إطلاق النار. مصر قدمت مساعدات إنسانية وإغاثية لأهالي غزة، فالقاهرة لوحدها قدمت أكثر من 80% من المساعدات الإغاثية التي دخلت إلى القطاع. مصر فتحت مستشفياتها للمصابين والمرضى من أهلنا في القطاع. أيضا المملكة العربية السعودية تقدم كل الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني وتعلن ذلك في كل المحافل العالمية والدولية، ونظمت فعاليات وقمم إسلامية لدعم القضية الفلسطينية. قدمت المملكة السعودية أكثر من 5 مليار دولار من المساعدات للشعب الفلسطيني منذ بداية الأزمة في قطاع غزة. عايز أقول لحضرتك المملكة من خلال أو عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية قدمت أكثر من 185 مليون دولار مساعدات إغاثية وإنسانية.
يبقى احنا بنتكلم عن ان مصر والسعوديه لديهما باع كبير في القضيه الفلسطينيه، ومصر تبذل جهود والسعوديه تبذل ايضا جهود وتعاون مستمر ومشترك بين البلدين، فهناك تنسيق سياسي ودبلوماسي في هذا الامر. نعم، ليس فقط الجانب السياسي يحتل أولوية، ولكن أيضا الجانب الاقتصادي، يعني البحث عن فرص استثمارية جديدة، وأيضا تشكيل مجلس تنسيقي أعلى بين البلدين لدفع العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين. كيف تقرأ يعني الرؤية الجديدة المصرية لتعزيز الاستثمارات العربية والأجنبية، ومن ضمنها بالطبع وفي مقدمتها الاستثمارات السعودية لتطوير بعض المناطق مثل على سبيل المثال رأس بناس وخلافها من المشاريع العملاقة في مصر؟ طبعا بشيد بسجل شكري وإشادة بسؤال حضرتك المهم والمحوري اللي يمكن هتركز عليه زيارتي النهاردة، وهيتم توقيع العديد من الاتفاقيات بهذا الشأن. وعايز أقول إن الرؤية بين البلدين هنا رؤية حكيمة وهامة، الإعلان عن تشكيل مجلس التنسيق الأعلى بين السعودية ومصر برئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يؤكد أن البلدان يجمعهما مستوى متميز من التنسيق والشراكات، خاصة في المجال أو القطاع الاقتصادي. الهدف من المجلس، عايز أقول لحضرتك، اللي هو المجلس التنسيقي، هو يعني زيادة الشراكات والتعاون في المجال الاقتصادي. الهدف أيضا تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين ودفع أفاق التعاون بينهما في كافة المجالات. طبعا بطبيعة الحال هناك تعاون اقتصادي بين البلدين وعمليات تجارية وتنموية واستثمارية كما حضرتك ذكرتي، سواء تطلع لمنطقة رأس بناس أو غيرها من المناطق والمشروعات الاستثمارية. عايز أقول لحضرتك يعد انطلاق مجلس التنسيق الأعلى شهادة ثقة جديدة في الاقتصاد المصري، وطبعا ده بيبرهن على أن المملكة لديها ثقة في اقتصادنا العظيم، وده يؤكد طموح البلدين بتنمية وزيادة التبادل التجاري بينهما، وهناك رغبة بين البلدين صادقة في تعميق العلاقات والشراكات فيما بينهم. لو اتكلمنا عن حجم التبادل التجاري، يعني اكملا لسؤال حضرتك، احنا بنتكلم عن ان بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين اكثر من 30 مليار دولار خلال العامين 2022 و2023، في سنتين بس اكثر من 30 مليار دولار تبادل تجاري بين مصر والسعوديه. عايز اقول لحضرتك السوق المصريه تعد وجهه جاذبه للمملكه، وكل القطاعات متمثله بالنشاط الاقتصادي، وقطاعات اخرى منها قطاعات السياحه والنقل والبنيه التحتيه والتطوير العقاري والزراعه والطاقه وتقنيه المعلومات، مختلف المجالات. عايز اقول لحضرتك ان التعاون مع مصر بيعود بالنفع على الاقتصادين السعودي والمصري ايضا. طبعا هما الاقتصادين السعودي والمصري يعدان نواه الاقتصاد العربي. طبعا عايز اقول لحضرتك ان التعاون بينهما سيسهم في التكامل والاستفاده من المزايا التنافسيه لكل من الدولتين، وهيعزز ايضا النمو الاقتصادي بالمنطقه بصفه عامه في ظل التغيرات الاقتصاديه العالميه التي تتطلب استثمارات كبيره لضمان مرونة سلاسل الإمداد العالمية، وكل ده بهدف الحفاظ على البيئة الاستثمارية بين البلدين وتقوية اقتصاد البلدين. عايز أقول لحضرتك هناك مكانة متميزة تحتلها المملكة العربية السعودية، شريك استثماري وتجاري أيضا لمصر. هناك حرص من الحكومة المصرية على تهيئة المناخ الاستثماري الأمثل لكل المستثمرين في مختلف دول العالم، وبشكل خاص للمستثمرين السعوديين، وطبعا خاصة يعني مع الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة. نعم. مش هننسى طبعا حزم الحوافز الاستثمارية التي تشمل تفعيل نظام الرخصة الذهبية اللي بيسهل على كل المستثمرين ويديهم رخصة ذهبية سريعة ويسهل تقديم كافة الخدمات، إضافة إلى العديد من المزايا الاستثمارية داخل مصر التي تقدمها المناطق الحرة والاستثمارية والتكنولوجية في مصر. هنا يمكن عايز أوضح حاجة مهمة جدا، إن مصر تمثل دعامة رئيسية للأمن والاستقرار بالوطن العربي، فمصر تشهد نهضة تنموية شاملة في ظل الدعم والقيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي. نعم. وطبعا إضافة بخصوص حديثك عن
بخصوص حديثك عن النهضة التنموية، يعني واضح جدا الحقيقة في تطور العلاقات المصرية السعودية في جانب الاستثمار وأيضا البحث عن مجالات جديدة مثل الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر. أنا بشكر حضرتك جدا الكاتب الصحفي الأستاذ محمد مخلوف.